سيادة العقيد وحيد خير بيك، أهلا ومرحبا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم بمدينة حلب الأبية. أهلا ومرحبا. مدينة الشهباء، مدينة أبي فراس الحمداني. أهلا ومرحبا فيك. نحن عم نتحدث عن أهم نقطة وأهم عمليات العسكرية تمت بهذا المكان، أنت كنت أحد القادة الميدانيين، نتحدث عن أهمية المعركة وكيف تمت السيطرة على هذه النقطة. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا النصر في هذه المنطقة أو البقعة والجغرافيا من سوريا الأبية. كان في عزيمة كبيرة وأسرار وتصميم من خلال العناصر والضباط وكافة الجهود المبذولة لإخواننا هون، والحمد لله حققنا النصر بأقل الخسائر الممكنة وبسرعة عالية جدا. هذا النصر نهديه لسوريا ولشعب حلب بشكل خاص. المعركة كان لها خصوصية أنه كان فيها سرعة ومباغتة للمسلحين، وتمت السيطرة على هذه المنطقة طبعا مع صباح الباكر. نتذكر التاريخ؟ التاريخ طبعا لأنه نحن كان مقسمين القطاعات، ولكن مشي شهر ونص تقريبا، لأنه ما منع يعني كل يوم كان في عنا نصر جديد بدقة، أنه نحن كان مقسمين المناطق لقطاعات، وكل قطاع حققناه نصر كنا نوقف نخطط للمعركة القادمة، والحمد لله الله أكرمنا وأعطانا نصر كبير. يعني نتحدث عن هاي المنطقة سيادة العقيد، احنا عم نتحدث عن نقطة جغرافية بتمتد لثلاثة كيلومتر، خلينا نقول بهذا الاتجاه وين ظهرت عبد ربه؟ كان هون في معبر للمسلحين، هذا المعبر كان استراتيجي وكان هو المنفذ الوحيد اللي يغزو فيه بني زيد بالأسلحة وكل شيء، والحمد لله كانت النقطة الأولى كان التركيز الأول أنه هذا قطع الإمداد للمسلحين، وكان النصر حليفنا والحمد لله رب العالمين، حققنا هذا النصر وقطعنا الإمدادات والسيطرة وصار نقطة استراتيجية لنا للتقدم باتجاه عبد ربه. طيب نحن بعمق الصورة طبعا نحن موجودين بنقطة جدا فاصلة، هاي النقطة تقريبا بنقدر نقول هي بين بني زيد والليرموك، الصورة وراك الورا هاي معامل الليرموك، نقطة أو موقع عمق الصورة نحن عم نتحدث. إيه موقع لعمق الصورة أو لمنطقة ومعامل الليرموك. هون طبعا إلى أهمية استراتيجية، كان الاعتماد الرئيسي كان شريان حلب الرئيسي والاقتصادي، يعني يعتمد، وهذه حررت هذه مسألنا من خلال سؤالنا لأهالي حلب. المنطقة تم إنشائها أو الاعتماد عليها ب 2011، المسلحين بلشوا يقطعوا هذا الشريان الأساسي على مدينة حلب، والحمد لله هلأ بالجهود الجبارة لأهالي حلب والتعاون مع الجيش العربي السوري سيتم إعادة تأهيل هذه المنطقة بأحسن ما كانت إن شاء الله. بكل الأحوال حتى بدنا نتحدث نحن السواتر الترابية اللي موجودة حوالين البناء، إذا بدي أطلب من الكاميرا تساعدنا بالصورة، سواتر البناء الترابية هاي أنا سمعت أنه كان لها دور كتير كبير بأنه كان المسلحين يوضعوا أسلحتهم فيها. هون كان عبارة السواتر كانت عبارة عن مقرات قيادي للمسلحين طبعا، لا في أقبية تحت الأرض. أقبية تحت الأرض كانت هي عبارة عن مقرات إلون، ومن خلالها عاملين عن إمداد تحت الأرض من بناء إلى بناء. طبعا ما فينا نحكي عن تفاصيل المعركة لأنه طلع تفاصيل عسكرية إلى مفاجآت قادمة إن شاء الله. خطط من القيادة وبتنفيذ متقن من عناصرنا مع رفاقنا، الحمد لله أحكمنا السيطرة بشكل صحيح. نحن عم نتحدث عن هذه النقطة، والنقطة اللي كانت بطبيعة الحال تنطلق منها القذائف الضخمة، كانوا يسموها جرار الغاز مثل ما كانت بمصطلحاتهم هن اللي عم يستخدموها، كانت هي بهذا المبنى كمان في يعني المعامل اللي كان يتم في معمل هون وفي معمل أساسي تحت. هي كانت عبارة عن معامل يتم تصنيع جرار الغاز والصواريخ، وحتى كان فيه سيارات تمشي تحت الأقبية تنقلهم من مكان إلى آخر ويتم رميها من عدة اتجاهات. الحمد لله تعاملنا معهم بطريقتنا وبأسلوبنا اللي اعتمدناه في قيادتنا وفي منهجيتنا العسكرية. طيب احنا بدنا ناخذ كمان عمق الصورة من الطرف الآخر، احنا نقدر نقول في هذا الاتجاه شو في عنا؟ احنا عنا مركز المدينة بهذا مركز المدينة بالاتجاه خلف الأبنية الموجودة أمامنا، مركز مدينة حلب مباشرة. تماما، وبني زيد هذه على اليسار، إذا بتشوفي مثلا هذا الجامع المهدوم، يعني مثلا هذا كان جامع أساسي صاروا يقصفوه حتى يحرموا حتى كلمة الله أكبر حقيقية، حاولوا يستغلوها لصالحهم
بطريقة أخرى.